اتصل علي وليد اسمه سجاد من اهل النجف، تحياتنا لاهل النجف. قال ابو شاهين الحق، قلت له شكو؟ قال صارت علي وليد. والله يا شباب هو قرالي شعر بوقتها، انا افتهمته، قرالي شعر افتهمته، نهاية الشعر مالته قال الكثرة تغلب الشجعان، قال جوعان جوعان الاخ ينشد اخوه شبعان، يوعان وما ينحسب له فضل، يوعن ابو شاهين الخوة، يوعن طمع يوعن قرب نسوان، والعلة خفية والكثرة تغلب الشجعان. ابو شاهين قال انضربت انت وين؟ طان عنوان المستشفى، صعدت للطابق الثالث لقيت سجاد ممدد. شباب لقيت سجاد ممدد سلم علي، قال ما اقدر اقوم اسلم عليك، هذا كتفه صاير منخل ما تمن، شايف المنخل اللي صفوا بيه التمن تبزل بيه التمن؟ قلت له بسيطة، اكو ولد اعرفه عراقي يشتغل هناك اسمه وضاح مضمد، من اهل ديالة، اتصور من ديالة، من ديالة من الضلوعية من هالمكانات، هاي تحياتنا لهم من خلال اللايف. قلت له طين الصدرية مال المضمدين، لبست الصدرية مال المضمدين وقفت يم راس سجاد، قلت له من ما ضربوك؟ قال اربعة ضربوني، طبقوا علي بسيارة يم المطعم، السلام عليكم، عليكم السلام، كان بوقتها عيد واحد من عندهم يعايد على اساس ايامك سعيده، ضربه كلم غمى عليه، اجى الثاني ضربه سبع سكاكين الى ثمانيه دار وجهه وطلع، شغله السياره وطلع، والعالم يقول هناك كلها واقفه هيك مكتفه يا اهله، قل له تعالي، قل له والله خاف على اوراقي. قلت له خليهم شباب وحق، هاي الليله وقفت يمه بالمستشفى، لبست الصدريه مال هذا الولي صاحبي، سويت نفسي مضمد، طبوا اثنين يدفعون بالسدية من يمين واحد على السدية، رجال كبير حلقة ذبره هوال، حلقة يسبل حش السامة، ما أدري إيش حاطين بحلقة يسبل ويرعص كبير، وذول الاثنين اللي يدفعون بي، هذا اللي يسبل كان حاط بصفة قامة، وحق هاي الليلة تقص الهوى شباب، ومغطين القامة مشفنيها ضاربيها شادر وحاطها بإيده على أساس هو مريض، واحد لازم المغذي والثاني يدفع بالعربانة بالسدية. طب على الغرفة شلون انتبهت عليهم؟ العلامة ما حاطين مال مضمت، لابس تيشيرت عادي فوقها الصدرية، قلت له سجاد هم ذولة؟ قال والله، قلت له والله هم ذولة. اكو كانت بصفنا عجوز قاعدة بصف سجاد، سدية مال عجوز ممددة، عجوز صار لها سبع تشهر بينها واقف ويدعي، حتى انقلب مسلم مع احترامات لكل المسيحيين، لا خلى الله، لا خلى عبد الله، ما خلى كل شخص الى ما قال بحظه وبخته وبجاهه كود امه تقوم. قلت له على شنو انت جاي تبكي؟ قال والله امي ما شاف الشي من شبابها، العجوز 80 سنه جاي يسوي لها تمارين فيزيائيه يردون يقوموها، تمشي ما تمشي شباب، العجوز بصف سجاد. طب ذول الثنين اللي يدفعون والشوية باللي حاطينه بالسدية، الشوية ببوقتها يريد يخلص علي، يريد يكمل علي على مدميلة حق يشتكي، يريد هطرة هطرة قوية. شباب أنا شفتهم كان تطلع الرأس مال القامة يلمع شون القزازة، قلت له سجاد خلي قال وين ما افتريت علي عالشايب طاب ضربت راجد رأسا، قام كان يطير الرهوال علي، كان رأسا هو سوى، انا بيدي خاولي حاطينه جوا راس سجاد لان كان يعرق مضروب يصعد عند الضغط، لفيت الخاولي جوا الصدريه خليته بيدي، وين ما هبت بعجل شباب بايدي باليمنى ضربت عجل باليسرى، كان شويه براسه هطر القامه ضربنا، ضربنا هنا بيدي، لا تنتبه لا بر، ضربني بايدي انا راسه اللي ويت ايدي هيك، كان لزم القامه، لزمت القامه وجهت هيك، كان سوى طن، كان الطير تضرب واحد من عندهم هنا، طلعنا اقسم بالله شباب صارت جوا بردها محل مال قصابة، قطعتهم تقطع شباب، اباوع العجوز تركض بالممرات والعالم تركض وراها، الدكاترة الدنيا دكتور قام يصلي صلى على محمد وان، اللهم صل على محمد وان، قال العجوز قامت من التمارين الفيزيائية، قالت له لا تمارين فيزيائية ولا ابد بس الروح عزيزة، طب لردها الدنيا مقلوبة، صار محل مال قصابة كلهم لابسين ابيض، كلها تلطخت باحمر بوقتها، واحد من عندهم ركضت عليه كان ادفع عليه السدية، هو اجى عليه يركض، وي دفعتي للسدية كان طب السدية هنا كان يسوي اخ يمه
طبعا الانسان دائما من ينضرب ضربة قوية يرجع طفل رأسا يتذكر امه. صح اخ امه كان يلزق بالجامعة قعد لزمتهم كان يطبون علي الشرطة كشكل كان قل له سجاد امه ذول اللي يضربون. قلت له انا هاي الضربة اللي بايدي. لقى القامة مكسورة بقى عليه الضابط الالماني تدريش قال لي قال اقسم بالله لو عندك لو انت مولود بالمانيا يعني الماني من ام واب خرب هالرتبة هاي اللي انا لابسها خرب هالرتبة اللي انا لابسها ومصير على شتافك. قال انا هم اعتبر نفسه ضابط الماني وعميد. قال انت وين متدرب؟ قلت له انا بالقوات الخاصة كنت متدرب. قال هذا التدريب الصحيح.